طاقتك بالفترة الحالية، أشوف إنه أنت بالفترة الحالية قاعد تفكر بموضوع ممكن يكون موضوع سفر، وأيضا طلع لي بتطلعاتك إنه أنت ممكن تكون قاعد تفكر بهاي الفترة بموضوع سفر، شاغل تفكيرك صار لفترة وتريد تخطي هاي الخطوة، دا تفكر بسفر، تفكر بانتقال من مكان لمكان أو حتى من عمل لعمل. وأيضا على الصعيد العاطفي ممكن تكون قاعد تفكر بهاي الفترة ببداية جديدة أو علاقة جديدة، ممكن يكون أكو شخص بحياتك بهاي الفترة شاغل تفكيرك وأنت دا تفكر إنه ممكن تفتح صفحة جديدة ويا. بصورة عامة أقدر أعبر لك عن طاقتك الحالية إنه أنت حاليا مستعد أو دا تفكر إنه تاخذ خطوة، عندك روح المغامرة بهاي الفترة عالية، دا تفكر إنه تخطي خطوة، يعني فكرة مثل ما يقولون خارج الصندوق، فكرة غريبة، مشروع غريب، او شخص ممكن جديد عندك تطلع انه انت تعرفه. انت بالفترة الحالية اشوفك عندك القوة ونفس الوقت عندك العزم، عندك القدرة انه انت تنتقل من مكان لمكان، من وضع لوضع، او حتى من خطة، تنفيذ خطة ممكن كانت صار لك فترة تفكر بيها، او مشروع وهسه انت قادر على انه تبدأ بيها بداية جديدة. اما بالنسبة لوضعك على الصعيد العاطفي، اشوف انه انت ممكن بهاي الفترة تفكر بشخص من برج الحمل، لانه الابراج النارية موجودة عندي بقوة بالقراءة، ممكن يكون شخص من برج ناري، برج الحمل، برج الاسد، او برج القوس. هذا الشخص انت شاغل تفكيرك بيه صار لك فترة ودا تريد تبدأ وياه بداية جديدة. ممكن يكون اكو بينكم موضوع زواج، البعض من عندكم ممكن يكون عنده موضوع زواج قريب بهاي الفترة ان شاء الله، اكو زواج اشوفه لكم، اكو علاقة راح تترسم، علاقة جدية راح تترسم وراح تؤدي إلى مرحلة الزواج. البعض من عندكم ممكن يكون عنده مشاكل على صعيد الأسرة، مشاكل بها محاكم، سواء كان انفصال أو زعل أو مشكلة ورث أو معاملة، المهم أشوف أنه أكو أوراق بالمحاكم بهاي الفترة راح تتم على خير إن شاء الله. بدأ ممكن تكون نهاية موضوع وصلت إلى نهايته، أو أنه أنت ممكن تكون حتى محقق حلم بنهاية 2012، أو محقق خطوة، محقق فد نجاح معين بحياتك وده تحاول إنه تحتفل بيه بالفترة الحالية، أو ممكن يكون خبر صار يخص العائلة حتى وأثر على نفسيتك أيضا، خلى نفسيتك تتحسن. الطاقة العامة لهاي السنة أشوف إنه هاي السنة راح تكون بداية، يعني هو إحنا نريد دائما نقول نخلي الماضي ورا ظهرنا، بس البعض من عندكم ممكن يكون منتظر شخص من الماضي، ف القراءة ممكن الشيء اللي توج قراءتك بهاي الفترة، أشوف إنه أكو عندك فرص ثانية. أنت بالفترة الحالية عندك بدايات جديدة، أنت بمرحلة سماح، غفران ذاتي، عندك هواي ناس خيبة وظنك بالفترة السابقة أو بالسنة السابقة بالذات، هواي أحداث مريت بيها، هواي تعب شفته بحياتك. طبعا أنتو ما تفكرون بالمستقبل، اكو شخص كان شاغلكم من الماضي، اشوف هذا الشخص ويا بداية السنة، اول ما تبدي السنة راح يبلش يظهر بحياتكم من جديد ويريد يفتح وياكم صفحة جديدة او بداية جديدة. اشوف اكو حب راح يتجدد بهاي الفترة، والبعض الثاني من عندكم من بعد ازمة مريتوا بها، علاقة عاطفية سببت لكم تعب، سببت لكم خيبة امل او خسارة حتى معنوية كانت او عاطفية مريتوا بها، اشوف اكو تجدد، اكو شفاء لك من ازمة مريت بيها بالسابق، اكو بداية جديدة، اكو حب جديد راح يبين على الساحة. الشيء اللي متوج قراءتك اشوفه اكثر شيء انه اكو شخص فعلا راح يظهر بحياتك، وراح يكون هذا الشخص بداية جديدة لك تماما، راح يظهر بداية السنة، يصير بينك وبين اتراكشن، يعني من اول نظرة اكو انجذاب عالي بيناتكم. هاي بالنسبة للطاقة العامة على صعيد العمل، أشوف البعض من عندكم ممكن يكون انظلم بعمله وطلع من عنده، فصار له فترة دا يحاول أو منتظر قرار محكمة، ممكن تنطبق عليك الطاقة اللي موجودة، منتظر قرار بالدوام أو قرار محكمة، ممكن تكون عانيت من ظلم معين ومنتظر حقك يرجع لك، أشوف أكو حق راح يرجع لك، ممكن يكون على صعيد العملي، على الصعيد العاطفي، أو حتى على الصعيد العائلي، إذا كانت أكو مشاكل عائلية تخص إرث أو شيء، أشوف أكو حق إلك راح يرجع بهاي الفترة، أكو بشارة، خبر حلو ببداية السنة، من أول ما تبدي السنة أكو خبر حلو راح يجيك، راح يطلعك من حالة حزن إلى حالة فرح، يعني يقلب أوضاعك بسرعة. هذا الخبر أشوفه ممكن يكون ولادة جديدة إلك، فهاي السنة إلك أشوفها أني ولادة جديدة يا برج العذراء، أنت بهاي السنة راح تولد من جديد، يعني أمورك كلها راح تتحسن، أوضاعك كلها راح تنقلب إن شاء الله للأحسن مو للأسوأ، خاصة على الصعيد المادي، على الصعيد العائلي، حتى على الصعيد العاطفي. البعض من عندكم المرتبطين، العزاب، أشوف أموركم ماشية تمام. خلونا هسه نبلش بالعمل. على الصعيد العملي أشوف عندك حظوظ كبيرة بالعمل بهاي السنة،
طبعا اغلب الابراج هاي السنه، واقدر اقول انه هي سنه الحظوظ بالعمل والماده، لانه الابراج اغلبيتها اكو تحسن ملحوظ راح يصير بالاموال بالثروه بالاعمال. فهاي السنه اكثر مما هي حظوظ عاطفيه انا اشوفها حظوظ ماديه من خلال الابراج اللي قريتها، لانه اغلب الابراج الحظوظ كلها تكون بالوضع المادي، الاوضاع الماديه تتحسن. فعلى الصعيد العملي اشوف عندك تحسن ملحوظ بالعمل، اكو فرصة جديدة، اكو ممكن عمل جديد راح يجيك فجأة. هذا العمل ممكن بالبداية يكون بيه منافسين هواية، اكو عمل اشوف راح تدخل بيه، انت راح تنعرف بهذا العمل، راح يصير عندك نوع من الرضا والقوة. هذا العمل محتاج منك قوة، محتاج منك مثابرة، محتاج منك عزم، لازم يصير عندك عزم وتشد الهمة مثل ما نقول على الصعيد، حتى تحافظ على عملك وتحصل النتائج اللي مرغوبة. أشوف عندك دورة جديدة أو بداية جديدة لعمل جديد بهاي الفترة، أو حتى إذا كان بعملك نفسه فأشوف أكو ممكن البعض من عندكم ترقية منتظرها صار لفترة، وأكو ناس دا تحاول تخرب عليها، فأحذر من أشخاص راح يكونون وياك بالعمل على الصعيد العملي، سواء كان شريك إذا كنت بشغل يعني شغل خاص بيك أنت، وإذا كنت بوظيفة عمل حكومي، فأشوف أكو هواية ناس دا تهاجمك بالفترة الحالية أو كانت تهاجمك، ودا يحاولون يأثرون على نجاحك أو حتى يسوون مؤامرات من وراك، بس أنت المنتصر، أنت طاقتك هنا طلعت لي طاقة نارية بامتياز، يعني أنت بالفترة الحالية عندك قوة، القوة موجودة عندك وأنت مسيطر بهاي الفترة على أوضاعك العملية، رغم وجود بعض ممكن تكون مشاحنات بالعمل أو حتى خلافات بينك وبين أشخاص، أنت لازم تحافظ على مكانتك ولازم تحافظ على نجاحك بهاي الفترة من الناس أو المعارضات اللي موجودة، الخلافات أو حتى الحسد اللي موجود عليك، لأن أمورك أشوفها في تحسن. ممكن تكون من نهاية السنة أنت بلشت بعمل جديد، وهذا العمل بديت شوية شوية، يعني كان عمل مثل ما نقول يجوز ما معروف، أو عمل كان بسيط بس أنت كبرته وتعبت عليه. أشوف عندك تعب على هذا العمل حتى توصل للمكان اللي أنت بيه هسه، لهالسبب أكو هواية ناس قاعدة تحاول انه تخرب عليك بهاي الفترة او تأثر على طاقتك بصورة عامة. انت قوي، لا تخاف من هذول الناس، لانه حتى التحديات والمصاعب اللي طلعت لك موجودة ايضا بالبرج، هي طلعت على الصعيد العملي، اكو شخص ممكن بالعمل وياك دا يحاول يتآمر عليك او يعني يخرب عليك شغلك، يحكي عليك بالحكي السلبي. فانت كل اللي لازم تسويه انه تحافظ على نجاحك وتحافظ على عملك وتدافع عن نفسك اتجاه هاي الاشخاص او الاتهامات اللي قاعدة تدور حواليك بهاي الفترة. فانت المسيطر بصورة عامة، انا اشوف القوة عندك، لانه انت جالس مجلس قوة هنا طالع يمي. الكوين اوف وند هي ورقة القوة، ورقة الشخص المسيطر بصورة عامة. فامورك اشوفها في تحسن دائم على العمل، رغم وجود بعض المنغصات اللي راح تكون موجودة بعملك الجديد او حتى بعملك الحالي، بس اشوف عندك رفعة بالعمل كلش عالية، اكو اموال هواية راح تجيك هاي السنة، اشوف اكو اموال راح تجي وراح تروح، اموال تجي وراح تروح، يعني اكو صرفيات واكو جمع همينة. فحاول انه مثل ما قلت لك اهم شيء على الصعيد العملي تحافظ على مكانتك، تحافظ على موقعك ضد الاشخاص اللي يحاولون انه هم يصطادون بالماء العكر، لانه دا تشوف اكو هواية ناس حواليك ممكن يكونوا المنافسين بنفس العمل او بنفس المجال اللي انت تشتغل به، او حتى ناس وياك يعني ممكن يكونون بنفس العمل بنفس الوظيفة. فعندك ترقية، عندك حظوظ عالي على الصعيد العملي، وان شاء الله الله يكفيك شر الناس الخبيثة اللي موجودة بمحيطك، احذر من عندهم كل الحذر، اهم شيء يكون عندك حذر منهم. على الصعيد الصحي، البعض منكم اشوفه ممكن يكون مار بأزمة صحية صار لأربعة اشهر، وهاي الأزمة هو عنده نوع من الإحباط منها أو اليأس، إنه ما قاعد يفكر، إنه يخاف يروح يستشير طبيب أو حتى يشوف يعني حل لهاي الأزمة. أشوف إنه عندكم إحباط صار لكم أربعة اشهر اتجاه الوضع الصحي، فوضعكم الصحي كلش متخربط بالفترة السابقة، كان أموركم متعبة، ممكن تكون نفسيتكم متعبة، أشوف أكو تعب نفسي أكثر من هو تعب جسدي، ممكن تكونين مارين بمرحلة اكتئاب بالفترة السابقة، او ممكن تكونون مارين حتى بخسارة، ممكن فقدان شخص، وفاة شخص مأثر عليكم بالماضي، او شخص بحياتكم وطلع من عندها، او حتى ممكن هذا الشخص نفسه شخص من العائلة اكو هو اللي صحته تعبانة وانتو دا تفكرون بيه صار لكم 4 اسابيع. بس اشوف انه اكو شفاء
بهاي السنة إن شاء الله الأوضاع الصحية راح تكون تمام وتعدي على خير، ولكن أنت محتاج إنه تركز أكثر على وضعك الصحي، وإذا شخص قدم لك المساعدة يعني مساعدة تخص الوضع الصحي، ممكن تكون أنت عندك نوع من نقص بالأموال أو العلاج ممكن يكون مكلف، لا ترفض المساعدة، تقبل المساعدة سواء كان من شخص من العائلة أو شخص أنت مقرب من عندك، تقبل المساعدة. وضعك الصحي ما شفت بشي خوف، ولكن أنت عنادك شوية اللي يخلي الأمور تسوء. فإذا عندك وضع صحي مثل ما قلت لك مأثر عليك صار لك 4 أشهر تفكر به، حاول أنه تطلع من هاي الطاقة، طاقة العناد وطاقة الإحباط اللي موجودة، وراجع على وضعك الصحي لا تهم له، بس يعني ما أشوف شي خوف. فإن شاء الله صحة وعافية للجميع. بالنسبة للأوضاع العائلية، أشوف أوضاعك العائلية، أكو انسجام بالعائلة، أكو مصالحات ممكن ويا شخص كنت زعلان من عنده، أو حتى الناس بالنسبة للناس اللي متزوجين على الصعيد العائلي أشوف أكو مصالحات، أكو رجوع للنساء اللي بينهم كان زعل بينهم وبين الشريك، فأشوف أكو مصالحات لكم، وأكو رجوع، أكو لما تشمل راح تصير فرحة حلوة. أشوف أنه الشغف بيناتكم بهاي الفترة بالنسبة للمتزوجين الشغف زايد، الأمور في تحسن، يعني أكو انجذاب جديد مثل ما نقول، أكو تجدد بالعلاقة بالحب على الصعيد العائلي والأسر. بالنسبة للناس المتزوجين والمرتبطين أشوف الطرف الثالث اللي كان بيناتكم ممكن سواء كان من العائلة أو حتى إذا كان طرف خارجي، طرف يريد يخرب بعلاقتكم، أشوفه طالع وأنتوا اللي باقين. فأكو مصالحات على صعيد يعني الناس اللي متزوجين بزعل، مو المطلقين، الناس اللي متزوجين وكان بينهم خلافات بالسابق أشوف المصالحات موجودة والرجوع موجود. أحلامك وتطلعاتك يا برج العذراء مثل ما قلت لك، أحلامك وتطلعاتك هاي السنة أشوفه أنه أنت دا تفكر بانتقال من مكان لمكان، من حال لحال، أو حتى من علاقة لعلاقة. أنت عندك رغبة قوية وشديدة أنه أنت تنتقل، ممكن بعض من عندكم يريد يسافر يقدم هجرة، دا يفكر يقدم سفر هجرة، أو ممكن شخص يريد ينتقل من البيت اللي هو ساكن به إلى بيت ثاني، أو ممكن حتى إلى محافظة ثانية من مكان لمكان. أشوف عندك تنقل، عندك سفر بهاي السنة، وهو أساسا بأحلامك وتطلعاتك أنه أنت تفكر بالسفر، تفكر أنه تصحح الأوضاع. أكو عندك أوضاع أو أزمات مريت بها بالماضي دا تحاول تتخلص من عليها، دا تحاول تترك كل شيء ورا ظهرك وتتقدم إلى الأمام. فأنت دا أشوفك بهاي الفترة الأحلام والتطلعات، عندك أحلامك وطموحاتك كلش عالية، ونفس الوقت عندك القوة أنه أنت تتقدم، لأنه أنت هنا طالع لي بالعمل حتى يعني بموقع قوة، موقع مواجهة، أنت ما تتهرب مثل قبل ما عندك تهرب، بالعكس أنت قاعد تواجه مشاكلك وتحلها إن شاء الله بهاي السنة، عكس طاقة التهرب اللي كانت موجودة عندك دائما. من الصغر عندك مشكلة تحاول تتهرب من عدها ما تحلها وتواجهها، بس هسه أشوف لا، بالعكس أنت بهاي السنة تواجه وتحل المشاكل. فعندك تنقلات، عندك سفر، أشوف عندك يعني قلت لك التغيرات هواية راح تصير حتى بالأحوال مو بس بالمكانات وبالسفر. نجي على الوضع العاطفي بالنسبة للمرتبطين، المرتبطين أشوف أنه هواية كانت أكو مشاكل عندكم بالعطاء والعلاقة بيناتكم ما متوازنة، وأكو تجريح بالكلام صاير، بعض من عندكم ممكن تكونون مريتوا بخسارة بالوقت القريب. طبعا هاي هسه المرتبطين اللي دا أحكي عليهم اللي بينهم زعل صار لهم فترة بسيطة، مو الناس اللي منفصلين صار لهم فترة طويلة، هاي الأوراق تخص الناس المنفصلين صار لهم فترة طويلة والمطلقين بصورة خاصة، وهاي الورقة العزاب. فبالنسبة للمرتبطين أشوف أنه صاير بينكم وبين الحبيب زعل ومشاكل، مواجهات دائما تصير بيناتكم، فدائما أكو اتهامات تتوجه إليك من طرف هذا الشخص اللي تتعامل وياه سواء كان برج هوائي أو برج ترابي، ممكن يكون برج الميزان أيضا، برج الميزان لعب لعب هاي السنة بالأبراج. أريد أشوف توقعات برج الميزان إيش راح تطلع. فأشوف عندك مصالحات ويا هذا الشخص اللي من برج هوائي أو حتى برج مائي، هنا أيضا موجود عندي برج السرطان بالذات، فأشوف أكو مصالحات، أكو عطاء، أكو توازن، أكو الشخص ممكن إذا كنت زعلان من شريكك صار لك فترة بسبب كلام جارح جارحك بالكلام، أشوف أكو رجوع، أكو مصالحة بيناتكم بهاي الفترة، وأكو هدية راح تنعطي إليك، أشوف أكو عطاء إليك، أكو هدية، أكو كلام حلو من بعد فترة مريتوا بها بمشاحنات ومشاكل، يعني أنتوا العلاقة بيناتكم أساساً أشوفها ما بها ثبات، يعني
البعض من عندكم يعني دائما انتم بهاي الدائره مغلقه، المشاكل اللي بيناتكم تصير، فاكو كلام جارح. الحبيب ممكن يكون كلامه قاسي ومن النوع اللي متشبث برايه هوايه، ويعني ما يحسب حساب الكلام من يقوله، هو يحكي الكلام بدون قصد بس هو كلامه مؤذي. فاشوف عندك انت هوايه جروح من هذا الشخص بسبب كلامه، لانه هو ما يعرف يستخدم الكلمات بصوره صحيحه، ولكن اشوفه عنده مصالحات. اكو اعتذار راح يتم لك خلال اول 5 اسابيع من السنه، يعني اول شهر اكو مصالحات واكو رجوع لكم راح يصير، واكو العلاقه بيناتكم راح تختلف، راح تاخذ منحى جدي اكثر. ممكن يكون هذا الشخص يجي يعرض عليك موضوع زواج او موضوع خطوبه او حتى ترسيم للعلاقه بصوره يعني غير مباشره. البعض منكم الزعلانين يشوف هذا الشخص عنده نوع من العناد، او ما يحب يحس انه هو كبرياء، شلون يعني نقول كبرياء عالي، فما يريد يجي هو يحكي. اشوف انه راح تصير المصالحه بيناتكم بصوره غير مباشره، يعني ما راح يجي مباشرة ويعتذر ويرجع الأمور مثل ما كانت، لا، ممكن يعني يدز رسالة غير مباشرة هيجي إنه يصير رجوع، ورجوع بيناتكم فعلا راح يصير. خلي نشوف أكو زواج للمرتبطين.